مشروع اقتصادي صغير ترعاه السيدة هالة المعيلة لثلاثة من الأطفال في قرية إقفاص التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، والتي حصلت عليه من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف الوطني ضمن مشروع نحو مجتمعات ريفية مصرية مرنة. وصلت للهيئة القبطية، واحدة من عاملين ندوات هناك، رحت سمعت على المشروع جبته عشان خاطر مشروع حلو، وديني جبته هو اتواصل معاهم دكتور استشاري جي معاهم وسلمت البط وديني جبته. البط بيقوم الصبح مثلا طلع مثلا البهايم دي واروح ماسك لهم كنسلهم وافلتهم بره الاول، وبعد كده اتنس لهم مكانهم انضف لهم واحط لهم الاكل واحط لهم الميه. يجي الظهر اروح برضه قبل الظهر كمان اغير لهم، وبعد الظهر اغير لهم الميه، وانا عايزه المشروع بتاعي ينتج يبقى متابعه. جايبه البط ده عشان خاطر انتج منه، مش هذبحه كله، انا عايزه ابيع، عايزه انتج منه حاجه، مش جايبه عشان اكله كله. لانها لا تعرف سوى تربيه الطيور وتغذيتها، رزقت بهذا المشروع ليكون مصدر ربح لها ولأطفالها. وبعد فرحتها بمشروعها الصغير كانت تريد أن توجه كلمة شكر لمن كان سببا في هذا. الهيئة القبطية أشكرهم عشان خاطر بقفوا معانا وساعدونا وعطونا بيح اللي احنا قلنا لهم عليه وجابونا علف وشوكة. مؤسسة خيرية تسعى وتصر ألا تترك بيتا دون إفادة أصحابها بمشروعات صغيرة تضيف لحياتهم مزيدا من الدخل المادي، وهذا هو هدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعمل تحت مظلته الهيئة القبطية الإنجيلية صاحبة هذه الأدوار.